الإدارة علم وفن، والإدارة بالحب مفهوم أصبح العالم يهتم به للمساعدة في إنجاح العمل الإداري والإسهام في تثبيت أسس السلم المجتمعي، خصوصا في البلدان التي تعاني من الاضطرابات السياسية. أكيد هذا يأتي ضمن سلسلة أنشطة باليمن اللي هي تعزيز السلام والأمن ونبذ العنف الطائفي من خلال مشروعنا أو برنامجنا كسفراء للنوايا الحسنة. الإدارة بالحب برنامج استمر لعام كامل، وتأتي هذه الدورة كختام لتلك الأنشطة التي استهدفت الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتضفي على الإدارة شكلا جديدا قائما على الحب بين الإدارة وموظفيها من جهة، وحب العمل من جهة أخرى. هدف البرنامج إلى بث ونشر وزرع المحبة والتسامح بين فئات وتكوينات المجتمع بعيدا عن أي تصنيف حزبي، وخاصة بعد الأزمة التي مرت بها البلاد. قد يقول قائل أن هذه الأنشطة نوع من المثاليات، إلا أن ما يشهده واقعنا اليوم يجعلنا أحوج ما نكون إلى الحب في حياتنا المجتمعية كافة.